كأقرانه من الممثلين، عبر الفنان السوري بطل مسلسل 2020 قصي خولي عن تضامنه مع ما يحصل في القدس، ونشر عبر حسابه الخاص على إنستغرام فيديو لما يجري هناك، معربا عن حزنه وتضامنه مع الشعب، وعلق بالقول اعذرينا على هذا العجز، مرفقا الفيديو بعدة وسوم. رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع منشور قصي وعبروا عن إعجابهم به، لا سيما مع غياب المؤثرين العرب عن مواقع التواصل الاجتماعي في ظل الحضور القوي للفنانين العالميين للدفاع عن بلد عربي. واعتبر الناشطون أن قصي يشعر أكثر من غيره مع الشعب هناك، لأن شعبه عانى ما عاناه واضطر لترك بلاده بحثاً عن الأمن والأمان. وأعد الناشطون تداول فيديو انتشر سابقاً لقصي حيث انهار على الهواء مباشرة من البكاء أثناء حديثه عن النازحين السوريين. زوجة قصي خولي مديحة الحمداني لم تغب عن المشهد أيضاً، ساندت زوجها في موقفه ونشرت عدة منشورات عبر خاصية ستوريز على حسابها الخاص على إنستغرام دعماً لما يجري في القدس. المواقف الشبيهة لمديحة وقصي أثارت تساؤلات الجمهور، لا سيما أن قصي كان قد صرح قبل أيام عن تعرضه للخيانة وأن ولده العميد فارس هو سبب استمراره في هذا الزواج، ما جعل الناشطون يتساءلون إن كانا قد عادا لبعضهما البعض. بعضهم تحدث عن ذلك والبعض الآخر أشار إلى أنها مجرد صدفة، لا سيما أن التضامن مع الأشقاء اليوم هو واجب على كل عربي، وأن مديحة ابنة تونس المعروفة بمواقفها الداعمة والتي لم تبخل يوما على القدس وأهلها. يذكر أن قصي خولي صرح بتعرضه للخيانة من قبل أصدقائه المقربين، حيث أنهم غدروا به وسرقوا أمواله بعد أن كان قد أعطاهم ثقته الكبيرة، مما جعله يتعرض لصدمة نفسية شديدة استوجبت منه الذهاب إلى طبيب نفسي والبدء بعلاج. وتجنب خولي ذكر اسم زوجته أمام الإعلام كعادته، فاكتفى بقول شريكتي وأم ابني، وعند سؤاله من قبل البعض عن السبب أجاب بأن هذا الشيء يخصه وحده، فقال ابني وأمه هو شيء شخصي وملكي وحدي ولا علاقة لأحد به، هناك أشياء يجب أن تحتفظ بها لنفسك فقط، وإطفاء عليها الكثير من الخصوصية لأنها منطقة حساسة ملكي وحدي، بينما كل حياتي ملك للناس ومكشوفة للجميع.